جمال. ايوه يا هند، انا معاكي طول الوقت. ده انت بتشرب شاي كل لحظه. السلام عليكم. نعم. انت مين دخلك يا هو؟ الله، انت جيت ازاي؟ اعطيني ديناتي يا استاذ لو سمحت، نحن على الهواء. بلا استاذ بلا مربوط، خليك انت. هذه البادي جارد تبعك؟ لا، ده مدير الاستوديو. مدير الاستوديو؟ وعم تحكي كمان مدير الشغل؟ صار لي 14 سنه ما اعطتني ولا فرنك، اعطيني حسابي خليني امشي. يا احمد، الحلقه دي هي الحلقه الاولى اللي انا وقعت العقد علشان اعمل البرنامج ده. لسه ما قبضتش يا اخي. مالي دعوه، انا بدي مصاري. هو جاي تحاسبه. انت ما دخلك، ديروا الشغل. بيحصل ايه؟ بيحصل ايه يا جمال عندك؟ في ايه؟ ده عاوز فلوسه، فلوسه مني انا. دين. دين. دين قديمه. طيب. وبقول له امهلني علشان اخلص الحلقه دي، انت معاكي تسلفيني يا هنادي؟ اسلفك قد ايه يعني؟ يعني حاجه زي 50,000 دولار. ايه؟ بالتمام والكمال. دلوقتي على الهوا بتطلب مني 50,000 دولار؟ لو كان معاكي اديني، مش معاكي اتركينا حل المشكله دي. هلا هذا بدينا 50,000 دولار؟ لك انت لا تحكي، ديله الشغل. ناصر، انت مش قلت لي انك انت حتسوي كل اللي حطلبه منك؟ طبعا. اخفيه. بجد هو عاوز منك 50,000 دولار؟ هو ليه 5 دولار بس، والبقيه ليا انا. تبعت لك يا يلا مش الحال. جمال، احسنت صنعا. جمال، هو في ايه؟ اهلا يا هنادي. ما بلاش اهلا، بلاش سهلا. بتاخد من جهاد، بتاخد من احمد، بدك تاخد مني، بتاخد من الكل. ايه ده؟ اعمل ايه يا هنادي؟ ما انا كل يوم بحاجه 20 فرخه، اجيب منين؟ اخ منك، اخ 20 فرخه حته واحده. هنادي مرحبا. اهلا، شو جايبك لهون؟ بعتني جمال عندك. شو بعتني جمال لعندك مشان اخذ المصاري 50,000 دولار؟ نعم. بعطيني 100,000 خليني امشي بسرعه. هلا اذا انت بدك منه 50,000، انا شو ذنبي؟ انت تكفلت الموضوع. ليك لك احمد، انت وياه اذا مفتكر اني انا جهاد سركيس وبتمرقوا علي هالقصص، انت وياه كثير غلطانين. طب اعطيني بس دولارين ارجع فيهم على البيت، بس ما صفيت. روح ببلاش احسن ما اعطيك غير شيء. ايه ده يا جمال؟ حتاكلوني اونطه ولا ايه؟ اديله. انت ما بتديلوش ليه؟ اديله وانت قاعد هناك، اديله. خلاص يا جمال، الحاجات دي ما بتمرقها كل ساعه وكل دقيقه، شو فهمنا؟ خلاص حنشوف غيرك. ايش ما تشوف. تي جمال، حصل ايه؟ اصلي بكشلك الذبابه يا بيه. كشلي الذبابه؟ امال هي الذبابه جوه في الجيبه؟ اني جيبه؟ في الجيبه الداخليه دي؟ ولك من هون كشيناها مو من الجيبه. انا شفتك وانت بتمد ايدك للجيبه دي وبتاخد 10 دولار اديهم لي. انا اخدت لك 10 دولار؟ ايوه انت اخدت 10 دولار اديهم لي. يعني انا نصاب محتال؟ ايوه يا سعاده الباشا، انت نصاب ومحتال ولا هطلب البوليس دلوقتي؟ السلام عليكم. لا تحل عني. تاخد 10 دولار مني، خد 5 وادينا الخمسة التانية. وينك يا دارة الإنتاج؟ أنا بطلت في الاستوديو بعدك. استنى. إيه ده يا جمال؟ حصل إيه يا جمال؟ دي واحدة من أساليب النصب والاحتيال اللي على الهوا دلوقتي قدمناها. وزي ما وعدت حضراتكم قبل موعدكم، أحمد أنت خدت ال 10 دولار من ناصر صح؟ لا. ما خدتش حاجة. أنا شفتك وأنت بتاخد مني. الله، أنا شفتك. هتجدبني؟ اديني الخمسة دولار بتاعي واطلع برا. يلا يعني أطلب لك البوليس، والنبي هيجي البوليس دلوقتي خلال 5 دقائق. اديني الخمسة، اديني الخمسة دولار بتاعتي. يا أخي أنت بتقول إيه؟ ما أخدتش حاجة. الله، أنت كنت مديون لي ودلوقتي أنا مديون لك. اديني الخمسة دولار، اديني الخمسة دولار. مش قادر أقوم عشان أضربك. لا إله إلا الله، هضربك بدي في الشاي ده. لك يا عمي سيب، انا هطلع لوحدي. اديني 5 دولار. لك يا عمي روح، هطلب البوليس. المشهد اللي حنشوفه. إيه؟ السلام عليكم. انت جيت ليه؟ معاك فكه؟ معايا رقم البوليس. يا عمي بلاش بوليس ولا حاجه. الله، الفكه ليه؟ مستربع كده قوي. هاي 5 جنيه.
$5 دي؟ ايوه دي بتاعتي. الفكه ليه؟ الفكه عشان ارجع فيها البيت. مفيش فكه. مصفيش حاجه يا جمال، يا جمال مصفيش حاجه يا جمال. اطلب منها نادي استناها برات الاستوديو واطلب منها. ما عطتنيش اي حاجه يا جماعه. يبقى اطلب لك البوليس. بلاش بوليس يا عمي، الله يسترك. صافي يا لبن. صافي يا قشطه. ودلوقتي لما الله خلصنا. تعرف يا ناصر انك انت واد بتمثل حلو قوي. طبعا ما تبقى على الكبد كل هون شفتني وانا عم عامل صح. ايوه ما شفتك كنت حلو قوي. شكرا يا استاذ ناصر. بقول لك ايه، مساعده. لا مش عاوز اشرب شاي. شافه واحده بس بلازم منكم. شكرا، ميرسي كثير. شو يا جمال؟ ايه يا هنادي؟ بدي اسالك سؤال. تفضلي. بهالايام مثل ما كل الموجودين والحاضرين واللي عم يشوفونا بيعرفوا انه كثره المحطات الفضائيه وصار في هو ما فينا نعدهم كم محطه. بقى سؤالي لك هو تالي، عم بتلاقوا كاعلاميين وصحفيين شغل باسهل اما صار في صعوبه اكثر؟ الاعلام الناجح يا هنادي بتبقى كل المحطات بتتخانق عليك. يا اخي المره بدك تعمل لي شيل. شو اكل؟ اشكرك. 30 فرخه النهارده بس. الاعلام الناجح زي ما بقول لحضرتك بتبقى المحطات كلها بتقدم له عروض مغريه جدا. علشان ايه؟ علشان يجذب لها اكبر عدد ممكن من المشاهدين. لناخد مثال بقى، انا لما اشتغلت في محطه، مش عاوز اذكر اسمها علشان ما يبقاش اعلان. كنت رفيع كده زي الواد الجميل ده ناصر. لما جيت واشتغلت في محطه تانية بقى ايه؟ سيبني يا ابني، مش ممكن، مش عارف اتنفس. لما ايه؟ مش ممكن اصدق. ده بقى الاعلام الناجح. والاعلام الفاشل هو اللي ما بيعرفش. طب خلاص مش عاوز اعرف. انت بتطلب ليه؟ امال انت بتطلب فلوس قوي كتير كده ليه؟ كده جمال. ايوه يا هنادي. في ايه؟ بتطلب فلوس. عشان شربني شويه شاي وحملني حملتين بيطلب فلوس. فكرتك عم تحكي عن الحلقه. انا مش كتير رح تزعل لانه عم تخلص. انا زعلان كتير انها حتخلص. كتير منيح، شكرا. جمال بدي اسالك سؤال واخر سؤال. اتفضلي. انت برايك شو دور الاعلام بالمطلق يعني بحياتنا اليوم؟ لا شك ان الاعلان حاجه مهمه جدا. انا ابني الصغير لما بيشوف حاجه في التلفزيون اعلان يعني بيقول لي بابا جيب لي من دي. انا اجيب له منين؟ هم بيحطوا لنا اعلان كتير قوي كده ليه؟ انا ما سالتك عن الاعلان، انا سالتك عن الاعلام. الاعلام بالميم. نعم الاعلام اعلام اليوم مثل اعلام امبارح مبينه.